ودابا جا وقت السحب ديال القرعه من مسابقه الحداقه درندن وشبان كتبان المهدات لك لاله من طرف ضمتي، وانا كيف ما كنت كنوصيكم طيله الاسبوع تردوا البال مع التليفونات ديالكم، لانه في هذا الغدار اللي قدامي الارقام ديال السيدات اللي شاركوا طيله هذا الاسبوع واللي تقاسموا معنا الحداقه والحيل ديالهم كيفاش كيوجدوا لرمضان. ودابا على بركه الله غادي نشوفوا شكون اللي عندها الزهر وشكون اللي مكتبه ليها العجانه ديال اليوم. مع فقره الحداقه من شعبان كتبان تقاسمي معنا النصائح العمليه والحيل المطبخيه الذكيه اللي كتطبقي في شهر شعبان باش تسهلي عليك الاستعدادات لشهر رمضان مع ضمتي طياب فن ومتعة. يلا بسم الله على بركة الله غادي نبداو وغادي نشوفوا إن شاء الله شكون الرقم اللي غادي يكون محظوظ إن شاء الله تعالى أو السيدة. يا بسم الله هالرقم، وغادي نطلب من مخرج البرنامج انه يتصل لنا بهذا الرقم ونشوفوا المحظوظه وشكون هي الحادقه اللي غادت تدي في يديها العجانه، واللي بغيت نقول لكم بانها عجانه من النوع الرفيع مهدات لك لاله من طرف ضمتي واصوات في فقره الحداقه ديال رمضان من شعبان كتبان عجانه من النوع الرفيع غادي تعاونك لاله باش ترتاحي في رمضان وتنقصي عليك شويه ديال الدليك وشويه ديال العجينه وتريحي ليا الكتيفات واليديدات. ومخرج البرنامج عبد الرحيم حوبيش كيحاول يربط لنا الاتصال بالرقم. الهاتف يرن دائما على أصوات برنامج المرأة والأسرة حديث مغزل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح النور. صباح الخير اختي لميا. لاباس عليك. بخير الحمد لله. كي دايره مع الصحيحه؟ دابا عرفتيني بلا ما نسولك. قولي لي ربحت. وبلاتي قبل ما نقول لك واش ربحتي ولا ما ربحتيش، بعد اعطيني غير السميه ديالك ومن اين مدينه. ليلى طريف من اكادير. ليلى طريف. من اكادير. اييه. وقالوا لنا عندكم شميشه في اكادير ليلى. ليلى شميشه يعني تحتها. دابا انت فين كليلى في الدار؟ ما تخونش الحال. اييه وفعلا شميشه بارده هاد الايامات. الحمد لله. في في فين فين راك شاداها ليلى؟ في الخدمه في الدار؟ لا دابا خرجت من الخدمه وخرجت غادي في الطريق. ايوا مزيان غدا كتشمشي. ايوا دابا اش غادي نقول لك ليلى؟ قولي لي مبروك. زعما كنفرح والله الا الواحد هو اللي يتفائل ويحافظ على هاد الروح الجميله والله تيقول لنا ملي تتفائلوا خير راه كتلقاو غير الخير. هكذاك شوفي الحاجه الزوينه اللي كتقال لك كتقلبي عليها حتى هي كتقلب عليك. اه واش شتي دابا حنا مزيان ناخذوا من عندك التجربه الزوينه. الواحد يكون عنده الطاقه الايجابيه وانا ما غادي نقول لك شيء مبروك غنقول لك الف مبروك يا ليلى وصحتك وراحتك العجانه. صباح الخير يا جدي يوم الليل يخدق الصادر يا هتمد هاد اللوز هاد اتايد البرد هاد اللوز هاد اتايد البرد هاد شي اللي فهمت. مهم صباح الخير الاغنية زوينة قوم ليل مع الورد الابيض. الورد الابيض هزتي قوم ليل الورد الابيض. ايوا لالا شوفي راكي انت وريضة وتستاهلي الورد وتستاهلي هاد العجانة بصحتك وراحتك. الله يحفظكم بيغسي بكم بزاف بزاف. شكرا لدعمتي وشكرا للراديو اصوات. شكرا لاله وتا انا كنقول لك تبارك الله عليك تحيه لك. وعندي شكرا. مفاجاه الاخوات بغيت نقول لكم بانه المسابقه مازال فيها السيمانه الجايه ضعفوا الحظوظ ديالكم بعثي لنا لاله بافكارك وحيالك المنزل يا استعدادا لرمضان. حد موفق لكل اخوات.